part of our job. هو دي ده جزء من عملنا. I'm the first coach who has had this kind of thing in the world. هو أنا أول واحد يجي في نص الموسم أو في الحالة زي كده في العالم. I don't have nothing. أنا ما عندي. Because the club decide to change. It's not my problem. هو يعني هو مش مشكلته إن النادي قرر إن هو يغير المدير الفني في منتصف الموسم. It's my honor to think about me to invite me. هو شرف لي إن هو النادي اداره الدعوة. If I have seen لو هو كان شايف الوضع wasn't interesting or positive for me, I would not come. لو هو كان شايف الوضع مش إيجابي بالنسبة له ما كانش جاي. The same I have received offers from other places, other parties. I refuse. هو بالطبع هو جاله عروض من أندية ثانية وهو رفضها. No. لا في دول ثانية مش مصر. First, we have to assure the tranquility of NP team in the league. This is the first step. هو الأول اللي احنا لازم نضمن الوضع بتاع NP. To get the necessary points to say everything is okay. يعني في حاجات أولويات الأول لما نعملها هيبقى نحس إن بعد كده. Because the league is very tough. عشان الدوري طف شوية. There is too much competition between many clubs in the league. As you know, in Egypt we have two leagues in one league. Three teams who play to be a champion and the other teams play to not go down. هو شايف ان في اثنين دوري بداخل الدوري المصري، في ثلاث فرق بيوصلوا عايزين القمه وياخدوا الدوري، وفي فرق ثانيه بتحاول ان هي ما تنافسش على الهبوط. And then first step is this one, to get the tranquility, to sit on the chair and say everything is okay, everything is good. Now we are going to sit again to establish a different project with some targets. So first to end the league first. يبقى أولنا إن إحنا أول خطة بتاعته إن هو ينهي الدوري بشكل كويس وبعد كده يقعد بقى ومع المجلس ويشوفوا اللي جاي إيه. It's a very early to say something because we train in 2 hours. ولسه بدري إن أنا أقيم اللعيبة من دلوقتي أو أقيم الوضع لأن أنا ما بقاليش غير ساعتين. I was looking for the physical side. والنهارده هو كان بيشتغل على الجانب البدني أكتر. بدنية. But I detect after some exercise with the ball. Players, they have a quality, they have a technique. هو شايف ان هو عمل زي تمرينه خفيفه بالكوره او شايف ان هم عندهم خفه. When I have a chance to make a different training with the ball, to observe like a small match or match, I can tell you something more. Now it's too early because I train only today. الحمد لله رب العالمين. في مشروع فعلا زي ما قال الاستاذ ايمن ومستر فييرا. عايزين نشتغل، بنحاول نشتغل شغل بروفيشنال، شغل علمي، ان احنا يبقى فعلا في مشروع مش مجرد صدف. يعني احنا طول الفتره اللي فاتت بنشتغل على اجتهاد بعض المدربين، طبعا كابتن امام واكتشافاته كبيره. احنا بنحاول نخلي الموضوع ده يبقى علمي اكتر، ان احنا كل اللعيبه اللي احنا بتاعتنا بتاع قطاع الناشئين نحاول نبني مشروع كويس بحيث ان احنا على بمرور سنتين ثلاثه يبقى فعلا الفريق الاول من نادي انبي من ولاده من قطاع الناشئين. خطوه توليك مدرب عام مع مستر فييرا شايفها ازاي من وجهه نظرك؟ طبعا النادي ليه صح فضل عليا قبل اي حاجه طبعا، وفي التعاقد مع مستر فييرا يعني شاف ان انا اقدر ان انا اساعد مع مستر فييرا الفتره الجايه دي. هو طبعا اكيد اضافه لينا خبرات كبيره سواء في الدوري المصري او الدوريات اللي بره او مع المنتخبات. الحمد لله ربنا يعني كرمنا بمستر فييرا اللي احنا ربنا يكرمنا في المشوار اللي جاي ده ان شاء الله تعالى، ونحسن مركز النادي في احنا 26 بونت، فان شاء الله تعالى ربنا يكرم في النتائج القادمه يعني ونحسن المكانه والمركز. اي مدرب حراس مرمى في اي نادي لما بيبقى عنده لعيب او حارس مرمى بينضم لمنتخب مصر بيبقى بالنسبه له كده نجاح باهر او نجاح كبير. عايز اعرف رايك ايه في محمود جات، وشايف مستوى محمود جات الفتره اللي جايه ازاي، وخاصه منتخب مصر ونادي انبي. احنا الحمد لله، والله انا عايز اقول لك على حاجه، انا اول مره حد يسالني السؤال ده بجد والله بجد والله، وسعيد بيه جدا. انبي نادي انبي بالذات احنا الحمد لله رب العالمين طلعنا 4 تجوان كبار جدا، مهدي وعامر وعلي لطفي وابو جبل، وكمان ربنا كرمنا بالبلعوتي ومحمود جات. يعني لو بصيت 6 حراسة مرمى في مصر موجودين دلوقتي حاليا من نادي واحد
اكنها حاجه زي الانجاز يعني اللي احنا ربنا كرمه فعلا في نادي انبي في وجود صراحه كابتن امام محمدين وكابتن محمد اسماعيل. اللي نادي انبي كان عنده 6 اجوان في الدوري الممتاز من 18 فرقه، فالحمد لله صراحه. اما محمود جاب فطبعا دي حاجه انا سعيد جدا بيها للراجل 23 سنه 24 سنه وربنا كرمه اللي هو النهارده منتخب مصر زي ما محمد صبحي، فده حاجه شرف للنادي نفسه وانجاز للنادي، وبرده دي بترجع لقطاع ناشئين محترم وبترجع لعين محترمه في نادي انبي. كلام كتير بيتناثر عن انتقال محمود جاد لاحد القطبين الكبيرين، وانت اكيد كمدرب حراس مرمى يبقى ليك وجهه نظر في الموضوع ده، شايف ان محمود جاد الفتره دي بيلعب اساسي في نادي انبي يتنقل لنادي زي النادي الاهلي او النادي الزمالك وهيواجه منافسه شديده جدا مع طبعا حراس المرمى الكبار اللي هناك، ولا يكمل في نادي انبي زي ما هو ويكتسب خبرات اكتر واكتر؟ انا مش هقول لك بمنتهى الامانه، المستقبل حراسه المرمى في مصر في القادم يعني هتلاقيه هو محمد صبحي ومحمود جاد وعمر رضوان وعمر صلاح، فده مستقبل القادم، ومصطفى شوبير ده المستقبل القادم. حتى الانديه الكبيره طبعا هم باصين للاهلي والزمالك، باصص لمين؟ بص دلوقتي حاليا لمحمد صبحي ومحمود جاد. ليه؟ عشان بكره، عشان الشناوي النهارده مثلا، النهارده تتكلم في الشناوي، تتكلم في مهدي، تتكلم في اعمار كبيره مواليد 87 وابو جبل 89 وعلي لطفي 89، فبالتالي هم باصين لبكره للمستقبل. ده انا عمرها ما نخبي الكلام ده، يعني هيبقى عليهم طلب هيتاخدوا هيروحوا. اما كل المساله مساله وقت ومساله عرض وطلب ومفاوضات، اما في بكره لا، رايحين.